اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بالكابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي رجال وايضا نائب مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا كابتن، منورنا في قناه النادي الاهلي. الله يخليك، ده بنورك يعني، واهلا بحضرتك والساده المشاهدين ان شاء الله. كده اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل او نطلع لتقرير نتكلم عنه او اتكلمنا عنه عن الفريق والتحديات. خلينا نشوف تقرير وجاي لحضراتكم تاني. استهل الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس مشواره في الموسم الرياضي الحالي بحصد بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على نظيره وداد سمارة المغربي بنتيجة 29-24 في البطولة التي أقيمت بالمغرب مطلع الشهر الجاري، ليرفع المارد الأحمر رصيده من الألقاب بهذه البطولة لأربع بطولات تحققت في أعوام 2013-2017-2018 ثم 2021، ليحجز الشياطين الحمر مقعدا في كأس السوبر الإفريقي للنسخة المقبلة والمقرر إقامته العام القادم، وهي المباراة التي تؤهل الفائز بها للمشاركة في بطولة العالم للأندية سوبر جلوب. ويسعى الفريق بقيادة كابتن ياسر الرملي رئيس الجهاز لرسم البسمة على شفاه الجماهير الأهلاوية وحصد ألقاب الموسم الحالي في ظل المنافسة القوية مع المنافس التقليدي الزمالك. وتبدو التحديات كبيرة وعديدة للاعبي القلعة الحمراء خلال هذا الموسم، فنجد أن الإصابات ضربت الفريق بقوة قبل خوض كأس السوبر الإفريقي بعد إصابة ثلاثة لاعبين هم محسن رمضان، عمر خالد كاستيلو، أحمد هشام سيسا، والأخير نجح في خوض اللقاء لكنه أصيب سريعا بعد تدخل قوي من أحد لاعبي الزمالك ليخرج محمولا على الأكتاف. كما أن الفريق في مرحلة بناء وإحلال وتجديد ويحتاج لخوض المزيد من البطولات لاكتساب الخبرات اللازمة للهيمنة على البطولات سواء المحلية أو القارية، ولكن يبقى التحدي الأكبر وهو التتويج بكافة البطولات، وهو ما يعمل الفريق عليه خلال الفترة الماضية سعيا للفوز برضاء الجماهير الأهلاوية. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن يعني في تحديات زي ما قلنا بتواجه الفريق كابتن ياسر، بس خليني ابتدي مع حضرتك من الجانب المضيء، الجانب الجيد. يمكن السنه اللي فاتت كان عندنا بطولتين اللي هم بطوله الدوري وبطوله الكاس، لم نوفق في الدوري بعد مباراه فاصله مع نادي الزمالك وادينا فيها اداء جيد بشهاده الكل يعني، ولعبنا الكاس بعديها بيومين ثلاثه في وقت احنا كنا نفسيتنا يعني اكيد انت خسران بطوله ونفسيتك صعبه يعني. كلمني عن ظروف المباراتين دول وظروف البطولتين كانوا دول ازاي، يعني ايه اللي حصل وازاي قدرنا نحول الهزيمه لمكسب في الكاس. زي ما حضرتك قلت كده، يمكن هرجع شويه قبل الماتش الدوري. يعني يمكن احنا من السنه اللي فاتت الحمد لله انا توليت المسؤوليه بتكليف من مجلس الاداره، وطبعا مع كابتن طارق قعدنا كونا فرقه كانت جديده السنه اللي فاتت، نزلنا بمستوى العمر ال 24 سنه السنه اللي فاتت، انضم خمس لعيبه جداد كلهم صغيرين السن. الحمد لله ادائنا طول الدوري بشهاده جميع الناس كان من النادي الاهلي كان صحيح. افضل فريق جماعي، افضل اهداف، افضل هجوم، افضل دفاع، حراسه المرمى على اعلى مستوى، فريق شاب. الكره اللي بيقدمها النادي الاهلي الحمد لله كانت كره يد جيده، كره يد جيده. يعني هنيجي نقول ان احنا يمكن الماتش الدوري كانت اخر كره الاسلام دخلت جون والحكم شافها. احنا ما بنحبش دايما نرمي لوم على حكام او حاجه، اتشاف ان الكره دخلت الجون بعد يعني كان فيها يعني عدم توفيق، واحنا اتكلمنا يعني في قناه النادي الاهلي وكان فيها برضو اصابه للطيار فانه كانش الطيار بيلعب، كان جات له ظروف كورونا. الحمد لله لعبنا ماتش فيصل خسرناه على غير المتوقع بفرق هدف، ودي كانت لحظه صعبه. ويمكن في لقطه كانت مشهوره ان كابتن خطيب نزل لنا في الملعب وقال انتوا فرقه كويسه وانا بشكركم على المجهود اللي انتوا عملتوه كلكم، ما حدش قصر، انتوا هتوعدوني ان انتوا مش هتحطوا راسكم تحت، احنا قدامنا اربع ايام في ماتش نهائي مع الزمالك في الفاينل كاس، انا شايف وهاجي برجلكم
بفوزكم بالكاس. الحمد لله الولاد على المستوى الخبره اللي موجوده في الفرقه، سواء احنا عندنا اثنين ثلاثه لعيبه هم خبره، اسلام مصري مع اللعيبه الجداد، قدرنا الحمد لله ان احنا نلم الفرقه والولاد تاني. اتعمل ماتش الكاس يعني 10-10 الحمد لله، الماتش انتهى بفارق للنادي الاهلي، وقدرنا ان احنا ننهي الموسم نهايه جميله في اخر بطوله اللي هي بطوله الكاس. انما احنا فعلا حتى الدوري يا كابتن خسرناه، انا بس بحب اوضح حاجه يعني حتى الدوري خسرناه كان يعني بشرف، يعني مباراه فيصل دي بتبقى وفرق جون بتبقى يعني الواحد بيبقى فيها توفيق، يعني قرار حكم قرار لاعب، بس يعني قصدي اقول انه كان موسم يعني بالنسبه للولاد الصغيرين كان موسم الحمد لله يعني ببطوله واداء كويس. ابتدينا الموسم ده الحمد لله ربنا كرمنا ببطوله ابطال الكؤوس، يعني كانت بدايه جيده جدا، بطوله جيده، كان مشارك 8 فرق يعني جيدين، لعبنا بطوله بره في ظروف صعبه كورونا. كلمنا عن البطوله وتحدياتها والمكسب بتاعها. طبعا البطوله زي ما حضرتك قلت كده، رغم اعتذار بعض الفرق التونسيه او الفريق التونسي انه بيبقى موجود، انما البطوله صعوبتها كانت في الوقت بتاعها. بطوله افريقيا جايه لك في بدايه فتره اعداد، الولاد لسه راجعين، انك تبتدي تلعب بطوله افريقيا عدد 8 ماتشات في 14 يوم صحيح. وقت صعب جدا، كنت دايما دي لازم تبقى في نص سيزون على الاقل، يعني دايما البطولات بتجينا يا اما في شهر 4 او في شهر 7 بتبقى انت بتفنش بيها السيزون، انما هي البطوله جت لنا صعوبتها كلها جايلك في اول السيزون. خلي بالك هي مهمه كمان جايه بعد الاولمبياد، مهمه كمان عشان تحجز مقعد في السوبر السنه اللي بعديها، اكيد يعني طبعا. بطوله بجميع المقاييس مهمه. البطوله طبعا زي ما قلت كده موضوع الكورونا، احنا كنا قاعدين في فندق 14 يوم بنخرج دلوقتي نروح للتمرين نرجع نروح الماتش. الفرق الافريقيه تطورت بشكل كبير جدا سواء على مستوى الرجال او السيدات، كان معانا الفريق المغربي تقريبا متجمع فيه افضل العناصر كلها في فرقه وداد سماره، كان معاه مدرب المنتخب هو المشرف على الفرقه في البطوله. فريق انجولا جاي تقريبا بالمنتخب ما عدا عنصرين المحترفين في اوروبا. لا كانت بطوله السيمي فاينل والفاينل كان مستواهم قوي، الحمد لله ان احنا قدرنا نسعد جماهيرنا وان احنا نرجع البطوله تاني بعد بعدها عن النادي الاهلي لمده 3 سنين، فالحمد لله كانت بطوله والاهم جيدة. كمان ان حجزت مقعدك السنه الجايه، يعني يمكن الطرف الثاني ما تحددش بطوله دي كانت استقبال حضراتكم في المطار بعد الفوز ببطوله ابطال الكؤوس، وطبعا مجلس الاداره والاستاذ العام فاروق كان رئيس البعثه، والحقيقه الراجل يعني كان سعيد جدا بانجازكم. لا وكان له دور بصراحه جميل جدا، يعني ما كان معانا لحظه بلحظه، ما سابناش دقيقه، طبعا 14 يوم احنا ما بنتحركش من الاوتيل وهو معكم، كان بيتابع كل ظاهره كبيره. مجلس الاداره طبعا برئاسه الكابتن الخطيب كان يوميا على اتصال مع الوزير العمري بالبعثه، بيتابعونا دعم من اعضاء مجلس الاداره من قبل ما نسافر، الكل كان متشوق ان بطولات افريقيا ترجع تاني. الحمد لله ان الولاد قدروا يسعدوا جمهورهم ان احنا نجيب البطوله، بطوله عزيزه على النادي الاهلي، وجت في وقتها الحمد لله. ولما رجعت يا كابتن انا اتصلت بحضرتك، كنت عايزك تشرفني في القناه، قلت لي لا انا مش هاجي لان طبعا احنا مركزين عشان مباراه السوبر الافريقي. والحقيقه السوبر الافريقي احنا دخلنا بمعنويات عاليه جدا، وكان اكيد حضراتكم نفسكم تساعدوا جمهور النادي الاهلي. ايه اللي حصل ملابسات المباراه وايه اللي حصل؟ لا هو طبعا كان فيها كذا عامل، انما احنا كنا مستعدين جدا، انما احنا حصل عندنا اصابتين مؤثرين جدا. محسن رمضان. احنا طبعا ما بنحبش نطلع نقول في الاعلام اسباب او تحكيم او او او، لان احنا طبعا مقنين النادي الاهلي بمن حضر. صحيح. يعني اي حد بيلبس التيشيرت الحمراء هيقدر يعمل زي احسن لعيب في الفرقه واكتر لعيب خبره، انما احنا الجانب اليمين كله يعني محسن طبعا لعيب تقيل، الباك رايت بتاعك عمر كاستيلو الوينج رايت بتاعنا الاساسي، اتنين يغيبوا منك في وقت قاتل قبل البطوله وهدافين وهدافين والاثنين اساسيين، ويمكن اصابه محسن في الماتش السيمي فاينل، محسن كان عامل بطوله عاليه جدا، كان في التوب فورم بتاعته في الماتش السيمي فاينل، ويمكن انا بوجه له التحيه من برنامج هنا تاني مره، يعني هو اصيب في السيمي فاينل
ويمكن ما حسش بالاصابه، هو على كوعه بالليل كوعه ورم، وكان عنده اصرار غريب جدا ان انا هلعب، يعني هلعب هلعب الفاينل وهلعب الفاينل. كان عنده كسر، وعنده كسر في الكوع، وقال لك لا انا هربط والعب. طبعا احنا مع طبيب قلنا لا، كان في ريسك انه ممكن يلعب بطوله ماتش السوبر، انما احنا طبعا قلنا لا ما نقدرش، سلامه اللاعب اهم، انما تاثيره كان وغيابه قوي، رغم ان احنا طبعا قدرنا ان احنا نجيب انخيل الباك رايت يلعب معانا. طب اختيار انخيل كان ازاي؟ يعني انتوا شفتوه ازاي كجهاز؟ يعني ليه اخترتوه؟ اسباب اختياره كانت ايه؟ هو طبعا لاعب يعني لاعب جاي جدا. المفاوضات جت ازاي؟ اختياره جه ازاي؟ لا هي كانت المفاوضات جاريه من قبل بطوله افريقيا، واحنا كنا مختارين المركز ده لان احنا عندنا محسن، الاثنين او اللاعب اللي بعد محسن هو لاعب ناشئ لسه طالع من 2000، وفي مهاب سعيد وهو ادى كويس جدا. لا ده ناشئين، مهاب 18 سنه. 18 فيعني احنا الحمد لله لاشين. يعني رغم ان احنا نزلنا بالعمر السنه اللي فاتت، احنا الفريق الوحيد اللي متصعد منه ثلاثه من عندهم 20 سنه واعدين من جيل المنتخب اللي خد بطوله العالم. لا النادي الاهلي فيه اكبر عدد ناشئين في الدرجه الاولى. طب ودي حاجه يمكن اخرج بس بره السؤال حضرتك، مفيش فرقه بتتبني بتغيير كبير وتقدر تحقق نتائج، يعني تحقق البطولات يعني. بس احنا نجحنا في بطولتين وده الحمد لله، ده انجاز يعني. يمكن يعني جمهور الاهلي كلنا متعود والنادي الاهلي متعودين على البطولات. صحيح. بتغير بقى جيل، بتعمل ناشئين، ده حاجات دي تخصك. النادي الاهلي ما يعرفش غير البطوله، وطبعا جبت البطوله طبعا. وده جمال النادي الاهلي، مش ده من قبل البطوله. وعظمه النادي الاهلي على جميع الالعاب، يعني بما فيهم كره القدم. انت السنه اللي فاتت مكسر، واخد بطولتين افريقيا، خسرت الدوري. لا الدنيا كلها كانت تحس انك انت مثلا ما جبتش بطوله بقالك 4 سنين. جمهور النادي الاهلي بالنسبه له المكسب هو الاساس. بالظبط. وعشان كده اكيد حضرتك متقبل، يعني اكيد حضرتك بتقرا وبتشوف الهجوم ساعات بيحصل، الناس بتبقى زعلانه. اكيد. فاكيد حضرتك بتتقبلوا ده، واكيد مقدرين زعل الجمهور. اكيد اكيد. دي عظمه النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي، ان اللاعب لما يعني هو يقول لك في النادي الاهلي تقيله، تلاقي اللاعب مكسر الدنيا في اي نادي، يجي صحيح. في النادي الاهلي تحصل له طبعا السيستم هنج عنده طبعا. التيشيرت تقيل، ينزل تحقيق السوفت وير اللي عنده على التيشيرت، مش بكل النادي بياخد وقت عقبال ما بيتاقلم ويروح نادي تاني. يعني بعد فتره ممكن يروح نادي تاني ويثبت نفسه، ولاعيبه تقيله تلاقيه بقى خرج من النادي الاهلي وبقى هداف الدوري في الكوره مثلا. يعني في طب ما انت رجعت تقيله مسؤوليه تقيله، والجمهور عايز اللعيب يقدم من اول دور. انت جايب لعيب من النادي الاهلي، خلاص اللعيب ده انا اخترته، يبقى عارف ان هو جاي عنده صحيح. مسؤوليه. انما يمكن احنا العذر ان الولاد صغيرين، فزي ما بقول لحضرتك احنا كان موضوع انخل ان احنا تبعتوه ازاي؟ مين اللي رشحه؟ طبعا احنا مرشحناه في المركز ده، لان ده المركز الوحيد اللي عندنا فيه محسن. محسن لعيب تقيل، بس طبعا يعني ما فيش لاعب بيشيل 60 دقيقه في بطولات تقيله زي كده، وجاينا في بدايه السيزون. في جزء من الفرقه لسه جاي برضه من الاولمبياد، فبدانا نتكلم. ويمكن هو تاخيره كان بسبب ان هو انتقل من نادي الدحيل القطري الى نادي الكويت الكويتي، فده اخر وصوله معانا شويه. ويمكن احنا كنا صرفنا نظر خلاص انه هيجي، وهنعتمد على محسن ومهاب ولاشين ان هم يبقوا ليهم الدور مع مكمل مع محسن. انما جت اصابه محسن خلتنا لا، ان احنا نسرع، لازم يجي. ما عندكش باك رايت تلعب بيه البطوله، ما عندكش غير وينج. يعني انت عندك وينج واحد فقط في الوينج رايت، في الباك رايت ما عندكش غير لعيب 18 سنه ولعيب 20 سنه. انت محتاج وفجاه تحطهم في ماتش سوبر مؤهل كاس عالم في مصر والزمالك. فطبعا الحمد لله قدرنا ان احنا نيجي. مشكله البطاقه الدوليه بتاعته اتحلت، اتسجل تاني في الكويت وكده. بس هو برضو يمكن احنا هو الولد يعني معذور طبعا، هو لعيب تقيل ولعب الماتش بخبراته، احرز 6 اهداف. انما هو لو كان معانا من بدري شويه واتمرن، ان هم برضو في الكويت ودول الخليج ما ابتدوش الدوري برضو، فما لعبوش مباريات دوليه. طب المفاوضات كانت معاه ولا مع النادي الكويتي الكويتي؟ ولا مع الاثنين؟ معاه ومع النادي طبعا. والنادي برضو انت عارف حضرتك، يعني النادي الكويتي الكويتي لسه شاريهم من
نادي الدحيل، فبرضه كان عندهم قلق. احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس انا عرفت ده هيلعب في بطوله العالم مع فرقه رايحه الوحده السعوديه، لسه متعاقدين معاهم. البطولات الدوليه دايما بتساعد انك انت تاخد لعيب او انا قصدي ان تجربته مع النادي الاهلي الناس قيمتها انها تجربه ناجحه، عشان كده الفرقه بدات احنا كنا موفقين فيه. يعني قصدي اقول ان احنا كنا موفقين فيه. طبعا هو يمكن ودي بشهاده الجمهور وكده من افضل اللعيبه اللي تم تدعيم بيهم في بطولات السوبر، بطوله افريقيه، انك تجيب لعيب. طب فكرت ان هو يكون معانا موسم كامل يا كابتن مسا، ولا ده مش مطروح دلوقتي؟ ده صعب متهيألي احيانا، وعنده ارتباط مع نادي الكويت الكويتي، وهو واللعيب تاني واخدينهم، ليهم طموح نادي الكويت الكويتي انه ينافسوا في بطوله اسيا. اعتقد ان احنا الحمد لله يعني ان شاء الله اولادنا يعني لا يقلوا كفاءة طبعا، كفاءة ومهارات. يمكن طبعا الولاد الناشئين قدامهم شوية، انما هما الاثنين مستقبل مصر في كرة اليد في المركز ده بإذن الله. يكون ليهم دور مع محسن. محسن الحمد لله رجع، ويمكن لعب في التقرير اللي حضرتك كنت عامله، رجع في ماتش عادي على خفيف كده. لا ان شاء الله يرجع مستوى محسن، من اللعيبه المميزين في مصر كلها. يمكن قدامه اسبوعين. يعني كنت شايف ان محسن يستحق ان هو على ما يعني انه يكون في الاولمبياد. يعني هو هو من اللاعبين اللي ادوا حتى السنه اللي فاتت موسم جيد جدا بارقامه بالارقام. طب يا كابتن انا هطلع بره شويه عن سياق الحوار، هتكلم في موضوع التعاقدات شويه. يمكن عشان جبنا التعاقد اللي حصل، التدعيم اللي حصل في الفريق يعني قبل بطوله السوبر الافريقي. هتكلم عن تعاقدات. لما بنيجي نتكلم على لعيبه كبار، يعني مثلا مش هقول اسامي، بس يعني خلينا نقول بعض الاسامي الاسترشاديه زي علي زين، زي الدرع مثلا اللي راح الزمالك، زي لعيبه كبار زي دي، جمهور الاهلي عنده تساؤل، طيب ليه ما بنحاولش يعني اللعيبه دي تكون عندنا؟ ليه ما بنتفاوضش معاهم؟ هل بيتم التفاوض؟ سياسه التعاقد في النادي الاهلي، مش هتكلم على الاسماء بس، انا هتكلم على السياسات. يعني اكيد يمكن المجلس الاداره الموقر السنه دي كان عمل نهج قاعد مع كل طلب من كابتن رؤوف، ان كل مدير او كل جهاز سواء على مستوى الرجال او السيدات يحط الاستراتيجيه بتاعته لمده 5 سنين. ممتاز. كل ده كلام مره نسمعه. لا ده فعلا، وتعرض على المجلس، ويمكن ما فيش تعاقدات بتتم غير بعد ان كل مدير فني حط الاستراتيجيه بتاعته، هو بيهدف لايه، محتاج ايه تدعيمات السنه دي والسنه الجايه واللي بعدها، وايه يعني الرؤيه، خطه خمسيه. ففي خطه معروضه على جميع الالعاب، الصالات بالنسبه لنا للرجال والسيدات، باسكت وفولي والهاندبول. فطبعا في رؤيه، انت عايز مين وبتدعم لايه وتجيب مين، وده موجود. طب الرؤيه اللي حضراتكم طرحتوها ايه؟ احنا بالنسبه لنا طبعا زي ما قلت لحضرتك، انت طرحت اسمين، ويمكن انا بقول زي حاجه مع حضرتك بتقول لي حضرتك علي زين. علي زين انا نفسي قعدت معاه السنه دي، وكان في شبه اتفاق انه هو حابب يرجع النادي الاهلي، والنادي الاهلي طبعا كنا مرحبين بيه. علي ابن من ابن النادي، واسم كبير زي ما حضرتك بتقول كده، ونجم يقدر يكسب مع الولاد خبرات، بالخبرات يقدر انت بتحتاج دايما في الفرقه اللي بتتبني يبقى عندك 4 5 6 عناصر خبره مع الولاد طالعين، بحيث ما تحسش بالفرق او بالاحلال والتجديد، وتاخد التايم اللي انت عايزه عشان تبني الفرقه. ويمكن اتفقنا على كل حاجه مع علي، وكان عاملين حاجه بس ان هو عنده عرض من برشلونه، ووصل لمرحله معينه هو قدامه يومين ثلاثه او يمضي او كده. وكنت عايز اقول لحضرتك هو كان حابب انه يرجع النادي الاهلي، بس طبعا يعني احنا كنا متفقين ان لو لعبوا اول لعيب عربي يلعب في برشلونه او لعيب مصري فرصه، انا بتمنى له التوفيق. انما احنا متفقين هو لعيب مصري، بس في لعيب عرب لعبوا برشلونه وائل جلود. بس هو طبعا يعني برضو يعني عشان بس الكلام ده لازم يتوضح لجمهور النادي الاهلي، يعني حضرتك قعدت مع علي زين وقعدت واتكلمت معاه واتفقتوا على كل شيء، يمكن وهو كان مرحب باستثناء ان هو لو اتفق برشلونة مع برشلونه هيظبط مع برشلونه. فيعني هو علي موجود طبعا. احنا يعني ما بنسكتش، احنا طبعا الاحلال لازم هيكون بيتم كل سنه، لازم نشوف ايه اللي ناقصنا، مين هيقعد مين هيمشي. انما احنا عندنا خطه للتدعيم الفريق، وعرضتوها على مجلس الاداره واتعرضت. والحمد لله احنا
ماشيين بنهج جميل. يعني في مركز او حاجه ممكن يحتاج تدعيم الفتره اللي جايه او السنه اللي جايه، هنقعد تاني وهنقيم. لان طبعا انت كل شويه لازم تجدد، انت الفريق بتلعب على بطوله، فمحتاج دايما انك انت تبقى طبعاً عندك القدره على المكسب، خصوصا ان احنا السنه دي الدوري طويل. يعني زي ما قلت في التقرير احنا عندنا 33 ماتش، يعني احنا هنلعب 17 وبعدين في 10 اول 6 هيبقى دورتين، والاخيره دي برضو دورتين، يعني الاربعه دورتين. طيب يبقى 33 ماتش، 33 ماتش. لا هو 33 انا افتكرت الفتره الاخيره هتبقى دوره واحده. لا يعني احنا لسه بدري، لسه بدري البقاء للاقوى، يعني اللي عنده اعمار وعنده سن. لسه الدوري هيخلص في شهر 5 اللي جاي، لان في بطوله افريقيا بعد الراوند ده. فيعني هيبقى في الفتره اللي جايه في اعاده تقييم تاني للفتره اللي فاتت بكل النجاحات. انا طبعا عارف ان احنا خسرنا بطولتين، بس الحمد لله احنا بفريق جديد، وزي ما حضرتك قلت كسبنا بطولتين، يعني اعظم فرق. معلش يا كابتن، في بطوله منهم مباراه؟ بالظبط مباراه، يعني خلاص احنا بنقولها خسرنا الدوري. السنه دي ان شاء الله احنا قعدنا مع اللعيبه تاني بعد خساره السوبر. طبعا خساره كانت صعبه، ما حدش مننا كان متقبلها، كلنا كنا متوقعين سيناريو الماتش كان ماشي ان احنا كاسبين باريحيه. انا عايز اتكلم مع حضرتك بالتفصيل، بس خلينا نطلع لفاصل، لان انا عايز اقف شويه على مباراه السوبر والاحداث اللي حصلت والتحكيم. بس خلينا نطلع لفاصل وارجع لحضرتك. اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونكمل كلامنا مع كابتن ياسر الرملي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ياسر، يمكن كنا هنروح لماتش السوبر قبل الفاصل، بس عندي الحقيقه استفسار، وانا هنا بستفسر زي جمهور النادي الاهلي، عايز يسمع من حضرتك ردود لكل شيء بيدور في ذهنه. ليه النادي الاهلي مثلا ما بيخشش في صفقات لعيبه بدون ذكر اسامي؟ طبعا مع كل الاحترام لكل اللعيبه، انا اتكلمت على علي زين لانه كان ابن النادي يعني، بس في لعيبه تانية بتروح هنا وبتيجي هنا وبتاع. ليه النادي الاهلي يقول لك النادي الاهلي غني ويقدر ويدفع ويجيب ده ب 7 مليون ويجيب ده ب 8 مليون؟ ايه المشكله النادي الاهلي يجيب؟ الدنيا ماشيه ازاي في الموضوع ده؟ لا هو اكيد طبعا النادي الاهلي عنده قدره زي ما حضرتك بتقول انه ممكن يشتري لعيب ب 8 ولاعيب باكتر او كده، انما هي ما هوش كده. هي النادي الاهلي منظومه اداريه، وده بيحس فيها اي حد بيجي جوه النادي من اول صحيح. في نشاط رياضي، في مدير تنفيذي للنادي، في اصول. مفيش حد بياخد قرار فردي، مفيش حد بيدير حاجه لوحده. فانت ممكن في نادي واحد بياخد قرار هدى ماشي ده نديله ده من تحت الترابيزه وكده. في النادي الاهلي ده حاجه مش موجوده فيه. انما برضو انت ما تقدرش انك يبقى رينج اللعيبه، انت لازم يبقى فيه عدل في الفرقه الجماعيه. دي صعوبه الفرقه الجماعيه، ان الولاد لازم يبقى فيه عدل. انت ما تقدرش تجيب لعيب مثلا ياخد اضعاف اللي عندك، ياخد اضعاف، وانت اللعيب ده ما يكسبش لوحده. انا ما اقدرش اجيب واحد مثلا ب 8 9 وانا عندي واحد باقصى واحد باخد 3 وده 2. هتبتدي اللعيبه، وده بيحصل في طبعا الانديه الثانيه وبيحصل فيها مشاكل. انما احنا وده من النادي الاهلي من ايام كابتن صالح، كابتن حسن حمدي، كابتن خطيب، اسس ماشيين عليه، وده نجاح النادي الاهلي. فا احنا حابين نجيب نجوم، وان شاء الله بنوعد جماهيرنا ان احنا نقدر نجيب نجوم محتاجاه الفرقه وتتماشى مع الاطار اللي مبني جوه الفريق. يعني افهم وده بيخلينا اتفضل كابتن. لا عايز اسمعك، لا بالعكس اسمعك. سواء نجم او بجيب لعيب في مرحله سنيه معينه لازم اسويه بالناس اللي عندي. ما اقدرش اجيب واحد اديله مثلا 10 قروش واللي عندي القدره ان انا اجيب زيه بالظبط ونفس السن ومعاه في المنتخب واديله 5. ما انا لازم يعني فانا ممكن ابص لصفقه واحده ان انا هدفع فيها 10، بس انا بقى اللي عندي دول لازم هعليهم هم كمان. لا يبقى الصفقه دي بتكلفني 20 يعني صحيح. فانت هي منظومه العدل وماشيه انها من سهل انك تدفع 50 60 مليون وتجيب فرقه وتعمل وكذا، انما ما هيش دي رياضه. وكمان يا كابتن معلش، يمكن انا اسف اعذرني، يعني النادي الاهلي عنده كره يد رجال وكره سله رجال وكره طايره رجال بالزبط. فانت لو ميزت اللاعب ده، انا بتهيألي يعني انا راجل لاعب كره سله، لو بصيت جنبي في التمرين اللي قبليه لقيت لاعب كره يد جه انا زيه في المنتخب وجه خد 4 5 اضعافي، اكيد هزعل برضه، هقول لك لا ما تديني زيه. اكيد انما احنا طبعا لازم يبقى فرقتنا على اقوى مستوى. المجلس الاداره بصراحه ما بيدخرش اي حاجه، اي طلبات لينا بيلبيها، اي احتياجات فنيه عمر الكابتن خطيب بنفسه يعني. يمكن ده التكريم اللي كابتن خطيب عمله مع ابطال الكؤوس قبل ماتش السوبر، يعني كان يوم ما جينا يعني وكان كابتن حسن يجيب الفرقه
ووقف اجتماع مجلس الاداره وقعد مع الاولاد وكان له يعني بصراحه يعني لا انا شايف انه واقف جنبكم بشكل كبير جدا. المجلس الاداره كله بيدعمنا والمجلس ما بيدخرش جهد في ضم اي لاعب مميز من اي نادي طالما هيفيد الفريق ولعيب جيد سمعته كويسه، دي اهم حاجه. يمكن في التعاقدات برضه حضرتك هتلاقي ان الاولاد اللي جايين يعني الحمد لله كلهم على مستوى خلق عالي. احنا فريق الهاندبول من احسن عناصر على مستوى الاخلاقي الجماعي، الاولاد ملتزمين ملتزمين جدا، مفيش مشكله حاصله جوه الفرقه. طب كابتن خليني اسالك احد تساؤلات الجمهور، يعني برضه احنا هنا بكل صراحه وما عندناش حاجه يعني نخبيها، بيبقى في ساعات اخطاء فنيه وده طبيعي جدا. أكيد. انا واقف على الخط لاعب، بلاش اتكلم على المدير الفني، بتكلم على لاعب اخطا فنيا حاجه عملت، بنشتغل على اخطائنا دي. يعني ايه انتوا كجهاز بتعالجوا الاخطاء ازاي؟ ما هو ده طبيعي ان في فريق شباب ومش فريق بينقص الخبرات. هل بنقعد نشوف الفيديوهات؟ هل بنقعد ندرس؟ بنقعد نتكلم؟ بنشتغل على اخطائنا؟ طمنا يعني. اكيد احنا عندنا محلل الحمد لله في التقني في الفرقه، كل حاجه بتتطور. الماتشات التدريبات بتتصور، في بعض التدريبات لازم يبقى فيه موجود بتتصور في التدريب، ده عمل قد ايه، بتتقطع لكل لعيب حاجته، ده اتشاط فين، ده عمل ايه، لان حاجه حل في الالعاب الجماعيه خصوصا يعني في كره اليد الاحصائيات اساس. انا دلوقتي انت بين الشوطين لازم المدرب بتجي له الشيت فيه كذا، ده شاط هنا، ده عمل كذا قبل كذا. فلا طبعا دور المحلل دلوقتي او التقني ده بقى وبيقعد مع كابتن طارق، هل مثلا بيعرض عليه اللي شايفه، هل الحاجات دي اللعيبه قبل كل ماتش بيبقى في فيديو وفي محاضره كل الماتشات، بيبقى اللعيبه دي بتشوط هنا ده هنا، انت اخطائنا احنا الدفاع، اللعيبه نفسهم بيتكلموا، بيبقى في كابتن طارق دايما بيدي اللعيبه فرصه ان هي تتكلم. ابراهيم مصري مثلا قائد الدفاع يطلع يقول له كلمتين يا اولاد كذا في الدفاع، اسلام في الهجوم مع الاولاد. لا يعني حتى اللعيبه نفسهم بيبقى ليهم فتره هم بيتكلموا كمان مع نفسهم، بيقعدوا مع نفسهم، يقعد يشوف الفيديوهات في جروب للفرقه بتروح لهم الفيديوهات يتفرجوا عليها، لينك معين بيقعدوا يبصوا يشوفوا الفيديوهات، كل واحد يشوف حاجته، الاجوان جت منين، اخطائنا يعني الشغل الفني انتوا كجهاز بتشتغلوا عليه. يعني مش بس خلي بالك دي تساؤلات جمهور النادي الاهلي ولازم نحطها على الترابيزه، لان طبعا مهم نتكلم بكل وضوح وبكل صراحه. طيب خلاص احنا اتكلمنا على التعاقدات والملف التعاقدات، وطبعا هنتنقل على ماتش السوبر. ماتش السوبر يمكن شفنا بعض الاخطاء التحكيميه، وانا بتكلم بكل امانه يعني ان الاخطاء التحكيميه يمكن ابرزهم الكره الاخيره بتاعت الجذب اللي حصل من احمد الاحمر وسحب ابراهيم وقعوا جامد يعني حال ما يقدرش يقابل الراجل اللي بيشوط. شايفين الاخطاء التحكيميه دي هل هي جزء من كره اليد ولا كنتوا شايفين انها مبالغ فيها في ماتش السوبر؟ يعني قريتوها ازاي؟ والله هي طبعا الاخطاء التحكيميه هي جزء من اللعبه، انما هو للاسف يمكن بقى دلوقتي مع وجود الفار وكده بدات تقل شويه، يعني تلاقي احسن حكم والكره جنبه بياخد قرار، بيرجع الفيديو يشوفه، يرجع يقول لك بينالتي. طب انت كنت واقف، بس كان واقف جنب اللعبه. طب الكره الاخيره دي ما كانش فيها فار؟ هل كان في فار؟ ما فيهاش فار، حد افريقي للاسف ما عملش فار. ومش عايز اقول لحضرتك البطوله الاخيره، بس حضرتك لو شفت شريط الفيديو، لو اي حد شاف شريط الفيديو، الكره الاخيره في الشوط الاولاني الكره طلعت من ايد احمد الاحمر، الصفاره طلعت في الصاله كلها مطلع. كل الناس سمعها، وسام خدها بعد وشاطها. حضرتك لو وقفت يعني كده خطا في الشوط الاول وخطا في الشوط الثاني، نهايه الشوط الاول والشوط الثاني، والكره اللي قبل الاحمر كره خبطه في رجل خالد وليد. انما احنا مش طبيعتنا نطلع بعد الماتش يا جماعه والتحكيم ده احنا، انما اي حد هيراجع لا، احنا في اخر خمس دقائق كان في مش اقل من ثلاث اربع اخطاء تحكيميه كلها غير صالح النادي الاهلي. الهدف اللي في الشوط الاولاني ده جاي بعد الصفاره، بعد صحيح. مش مثلا هي الكره في الجون ولا فيها لغط او كده. والغريب ان الحكم والترابيزه، حتى انا نزلت بالترابيزه واتكلمت معاهم، قالك الحكم ما رجعلناش او كده. انت المفروض انت تقول له ده كانت واضحه جدا، يعني واضحه جدا، لان فعلا حضرتك فكرتني بحاجه صحيحه. اخر الشوط الاول الكرة مش في راحت في طريقها للجون، لا دي باصة. الباصة قبل ما يستلمها سامي كانت الكرة
طب هل لوائح الاتحاد الافريقي تسمح ان انت تقدم تظلم تعترض على مباراه ولا اللوائح دي ما فيش فار مش هقدر تحسبها ده كذا يعني ما اقدر اقدم لو في فار انما طبعا مفيش ترجع له على الاقل تروح للحكم الحكم يبص عليها وده حصل في بطوله العالم هل بعد المباراه اللوائح تسمح لك ولا برضو الموضوع لازم بقى دي اخطاء تحكيميه طبعا الشده بتاعه الاحمر دي اكيد الحكم لو شافها وهي يعني لازم يبقى ضهره بس هو تقريبا زي عارف يا كابتن ما شافهاش الله اعلم طبعا احنا مش من نوع اللي نطلع بنعلق اخطاء معلش مع التحكيم علشان بس احنا بنناقش كان مؤثره انا بقول لحضرتك احنا عندنا مش اقل من 8 اخطاء تحكيميه في المباراه دي أنا ضد النادي الاهلي عندي الثمان اخطاء دي على فكره بس يعني زائد الاصابات دي كانت حاجات مؤثره بس خليني اقول لك كابتن برضو هل انتوا حاسين برضو بحاجه يمكن دي الكره وسام معلش يا جماعه عيدوها تاني دي اللي حضرتك كان قصدك عليها بالظبط يعني كل اللعيبه ده كانت بقول حتى يعني وسام وقايم هو متوقع ان هي يعني حاجه الكره خرجت من الاحمر وراحت له الصفاره عيدوها لنا اللعبه تاني يا جماعه كل ده الاعتراضات انا عايز اللعبه خلي بال حضرتك انه يعني بص اللي في الملعب كله اللي في الملعب كله سمع صفاره يعني بيبلغني طبعا ناجي في الاعداد ان كل الملعب سمع صفاره طبعا حضرتك سمعتها بالزبط. يعني انت عندك جونين كده وانت خسران جون بالزبط. مش هكلمك عن باقي الاخطاء اللي في الكره اللي في رجل خالد وليد دي برده كانت الكره هتبقى الهجمه هتبقى معانا طب يا كابتن هقول لحضرتك بامانه انا كلاعب لما انا ببذل مجهود وانا هكلم حضرتك بامانه والله مش عشان انا بحب النادي الاهلي وانا اهلاوي وافكار النادي الاهلي انا شايف ان الفرقه فنيا كويسه والفرقه افضل انا اسف انا رؤيتي كده انا حر اقول اللي عايزه يا كابتن ولا انا غلطان طيب هل اللعيبه ممكن يقول لك انا طيب ماتش زي ده انا افضل وكنت اكسب احبط جينا بعد كده على ماتش الدوري واحنا داخلين محبطين تلقينا هزيمه بفرق 5 اهداف نتيجه الاحباط يعني بتعالجوا الموضوع ده ازاي بس خلينا نسمع اجابتك بعد الفاصل اعزائي المشاهدين هنرجع لفاصل سريع ونرجع نعرف اجابه الضيف كابتن ضيفنا منورنا كابتن ياسر رملي ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد كابتن ياسر نكمل كلامنا طبعا عن موضوع الاحباط انا كلاعب لما يعني ماتشات انا بكون افضل فيها وده وضع طبيعي انا لاعب واتعرضت بالمرحله دي حضرتك رئيس جهاز وكابتن طارق محروس وهو اب الفرقه كلها بتعامل ازاي مع الموضوع ده والله يعني احنا ماتش السوبر ده خلينا كلنا محبطين يعني انا محبط نفسي طبعا الله يكون في عونكم عايز حد برضه يعني قعدنا وقت كده تشك لان احنا طبعا كنا كنت حاسين انتوا الافضل حاسين احنا الافضل حاسين البطوله قريبه نجم الساحلي يعني اعتذر البطوله جت لنا فكنا حاسين هي حاجه جت لنا وجت بعد بطوله افريقيا وكسبنا ف حسيت انها مكتوبه لك كنا حاسين بكده فيعني الحمد لله الحمد لله على كل حاجه على كل شيء طبعا في موضوع الاحباط الولاد طبعا احنا في قعدات مستمره معاهم الدوري زي ما حضرتك قلت في التقرير الدوري لسه طويل ترتيبي لسه كله في المرحله الترتيبيه دلوقتي لازم الولاد هم حاسين ان هم الفرقه احسن يمكن النهارده احنا كان عندنا تدريب قبل ما اجي من 4 ل 6 كنت في قاعده نتكلم مع الاولاد كلنا تعهدنا ان شاء الله ان الدوري السنه دي هيبقى دوري النادي الاهلي ان شاء الله الدوري غاب 3 سنين هنرجعه تاني للنادي الاهلي زي ما بطوله افريقيا غابت عنا 3 سنين ورجعناها ان شاء الله هنرجع تاني الدوري النادي الاهلي برضه عشان الناس تبقى عارفه من برنامج حضرتك احنا اكتر نادي واخد الدوري صحيح 23 دوري ان شاء الله ده يبقى ال 24 اكبر فرقه اخذت بطوله الدوري باذن الله الدوري السنه دي يبقى بتاعنا لصالح جمهورنا هنخليهم باذن الله هم الداعم لينا انا برضو من حضرتك هنا كده هم الداعم الاول اللي هيزيل الاحباط من اللاعبين هو دايما جمهور الاهلي هو اللاعب رقم واحد زي ما بنقول هو طول ما هو في ظهرنا مع اللعيبه والجهاز ان شاء الله هنعدي الفتره دي واحنا بنضم صوتنا صوت حضرتك طبعا اكيد دعم الجمهور بيفرق كتير بيفرق جدا بيفرق كتير لما اللاعب يحس ان الجمهور في ظهره وده حصلت كتير يعني مش اول سنه ولا لا دي مواقف في النادي الاهلي بجمهوره الفرقه بتخسر بيقول لهم لا انتوا ما طالما هم شايف الجمهور شايف الفرقه بتأدي ما بتأثرش مفيش تقصير مفيش اللعيبه بتتمرن على يمكن هو ماتش النهائي ده الماتش الاخراني اللي في الدوري ده اللي هو اللي حصل يمكن اللعيبه كانت داخله باحباط عالي جدا كانت محبطه فهو ده كان نتيجه برضه عدم احساس انه مش مؤثر لسه معايا لسه الماتش مش مؤثر متهيألي كمان كان عندنا برضه الاصابه انت يمكن قلت لحضرتك
انت قدرت تعوض اصابه محسن وكاستيلو بانخل في ماتش السوبر، قعد توازن شويه، انت لعبت من غيره ما تقدرش، ولسه محسن كان مصاب، لسه محسن في المعالي شارك ما لعبش معانا، فانت الجنب اليمين كله مش موجود معاك. اهم بس بتهيألي السنه الجايه انتوا محتاجين دعم في المكان ده يا كابتن، محتاجين بتهيألي ان شاء الله يعني هنشوف كده. قاعدين مع كابتن طارق عندنا كذا تصور لدعم الفرقه، زائد ان باذن الله برضو يعني الولاد اللي طالعين مهاب ولاشين هيكونوا انا بقول لحضرتك. طب كابتن انا احب برضو اقول لك خبر حلو على الهواء كده وحضرتك نائب مدير النشاط الرياضي، ان فريق السله فاز 68-49 نتيجه الحمد لله وداد بفريق كده احنا في دور الثمانيه مباشره. طبعا نتيجه كبيره 20 بونت تقريبا 19 بونت، نتيجه كويسه خصوصا فرق 6 بس يعني. كان الشوط الاول الشوط او انتصاف المباراه كان فرق 6 بونت للاهلي، الف مبروك. ده برضو مجهود لحضرتك يحسب، لان طبعا اداره النشاط الرياضي كابتن رفعت قادر أكيد. الفرقه وظبط النتائج والحاجات دي اكيد طبعا. طيب وعندنا بكره ماتش فتح السعودي، ماتش مهم برضو، بس كده بنسبه كبيره احنا كده ان شاء الله في دور الثمانيه. طيب خلينا يا كابتن نروح على نخرج بره كره اليد شويه. انتوا حضرتك قلت ان في استراتيجيات اتحطت، استراتيجيات لمده 5 سنوات اتعرضت على مجلس اداره في البدايه، ويمكن احنا نادي الاهلي للسب انه بيفكر كده، ما فيش نادي في مصر بيفكر بلان او شورت تيرم بلان او 5 ييرز بلان، ما حدش بيفكر كده. الانديه الفرقه الثانيه، الفرقه الثانيه اللي هي السله والطايره رجال وسيدات، تصوراتهم كانت عامله ازاي؟ يعني نبتدي مثلا بكره السله. يعني كره السله طبعا بعت عين مستر اوجستي، وكان في قبلها ماريو بالما. مستر بالما حط برضو تقرير قايم لكابتن رؤوف تم دراسته، وقبليه كابتن اشرف، كل ده يعني خدته في الاعتبار، اخدناه في الاعتبار. مستر اوجستي طبعا لما جه طلب المراكز اللي هي محتاجه التدعيم، بص على فريق الناشئين مين طالع منه برضه، ويمكن برضه الناشئين كانوا السنه اللي فاتت يعني طالعين بس ما كانش لسه ليهم دور واتمرنوا وكان ادوار بسيطه. طبعا السنه دي مع مصر اوجستي شايف كده بداوا الولاد يدخلوا، التعاقدات كانت متحدده من قبل ما طبعا كابتن صفقه عمر عزب ومروان سرحان كان في الاول فيها شويه تعثر مع سموحه، وبعد كده وانا يمكن كنت بكلم حضرتك يعني نعرف الاخبار ايه او الدنيا، كنت بتطمني، كنت جايب يعني الثقه دي منين هم عندنا؟ لا طبعا رغبه الولاد كانوا حابين يجوا، رغبه الولاد طبعا. انت النادي الاهلي دايما يقول ايه، الولاد اللي بيشتري النادي الاهلي، النادي الاهلي بيشتريه. صح فطبعا صح، لاعب حلمه انه يجي النادي الاهلي مش هنسيبه، والنادي الاهلي محتاجه طبعا. الاداره بذلت مجهود كبير بكابتن الخطيب وبعض اعضاء مجلس الاداره بالتواصل مع المسؤولين في نادي سموحه، معايا مع نشاط الرياضي. خلصت الصفقه؟ تواصلنا وخلصنا الصفقه، ويمكن دي صفقه حصل فيها تبادل لعيبه فولي يعني صفقه مركبه شويه فيعني ودي حاجه جديده يعني يمكن او من الحاجات القليله اللي حصل فيها تبادل صفقات. طب خلينا كره السله خلاص رجال وسيدات، حضرتك شفتوا التقارير. طب بالنسبه للطايره كابتن محمد مصالح حميدو عرض عليكم استراتيجيه؟ كابتن محمد برضو يعني من المدربين اللي بيخطط جيد، يمكن انا كان ليا قعدت معاه السنه اللي فاتت، كان حاطط بلان بتاعت السنه اللي جايه، هجيب مين، متعاقد مع مين، عايز مين، والسنه اللي بعديها كذا. فلا الموضوع منظم، حاطط خطه للـ5 سنين اللي جايين الحمد لله احنا ودعمتوه كمان. انتوا كان نشاط رياضي بصفقه سوبر السنه دي بصفقتين، محمد محسن المحترف كمان وعصران والمحترف المحترف في الفريق الامريكي. جاريت كان في بيلعب بالاولمبيات مع الفريق الامريكي، ان شاء الله هيوصل على نص اكتوبر كده ويبتدي يضم فرقه الفولي ان شاء الله. الحمد لله برضو فيها عنصرين ثلاثه، فيها عندنا اولاد واعدين جدا، 2 لعيبه برضو على مستوى عالي طلعناهم اعاره بره. طب بالنسبه عشان التوقيت برضو بالنسبه للسيدات برضو كابتن حمدي الصافي كان برضو ليه بلان وقعدتوا معاه؟ اكيد طبعا في بلان محطوطه بالتصعيد، اخذنا مين، في 2 لعيبات جم جداد من نادي الشمس، في لعيبه متصعده من الناشئين، لان النادي الاهلي برضو على مستوى الناشئين الحمد لله جيد وعنده قاعده كويسه، وعاملين بقى استراتيجيه ما هوش على مستوى الفريق الاول بس فقط، يعني احنا يمكن مع كابتن رؤوف وقطاعات الناشئين في كل مكان، ورئيس قطاع الناشئين في الفولي والباسكت والهاندبول، احنا قعدنا شفنا في كل الفرق اللي ناقصه، ايه المراكز اللي احنا محتاجينها في الفريق الاول، محتاجه تدعيم، طالع مين في فريق 19. وقت ده بياخد وقت ومجهود كبير جدا يا كابتن. فالحمد لله يمكن في اخبار حلوه، يعني احنا مخلصين بعض الناشئين من الاول، الناشئين الواعدين، في
عدد من اللاعبين واللاعبات في الفولي الحمد لله يعني بيخلصوا الايام دي. في الهاندبول حصل نفس الحكايه بتدعيم الناشئين. بتشوف الناشئ المميز الموهوب اللي يقدر يكمل في الدرجه الاولى وانت محتاجه وما عندكش المركز ده ويبقى اضافه يستحسن انك انت تاخده بثمن قليل دلوقتي بدل ما تستنى 3 4 سنين تجيبه بثمن كبير. وبرضه اللعيب لما يلعب في النادي الاهلي من الناشئين غير لما بتجيبه وهو كبير ويجي ياخد وقت اول ما يتاقلم. بس مجهود كبير، مجهود بتشكر عليه كابتن، تشكر عليه اداره النشاط الاهلي ويشكر على النادي الاهلي. يعني هتدي نجم ثماره بعد سنه او 2 أو 3. طبعا بعتذر لحضرتك الوقت يعني عدى سريعا، انا عايز معلومات كتير بس ان شاء الله مش تبقى اخر حلقه يا كابتن، ان شاء الله مش تبقى اخر حلقه. وعايز اقول لحضرتك دايما الاخبار بتبقى دايما على يعني على ايد حضرتك كويسه. النهارده كره السله 68 74 37 السيدات كسبوا نادي الشمس النهارده 74 37 في بطوله المنطقه، فده برضه خبر جيد لسه الماتش خلصان من شويه. طبعا مبروك وبشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن ناصر رامي، نورتني وشرفتني. متشكر لدعوه حضرتك الكريم طبعا، وحضرتك يعني استفدنا كتير واتكلمنا في كل حاجه، واكيد ان شاء الله كل التوفيق ليكم يا كابتن باذن الله. اعزائي المشاهدين، ده كان حوارنا مع كابتن ياسر رامي. نتمنى ان احنا نكون حاطين كل تساؤلات جمهور النادي الاهلي على ترابيزه الحوار النهارده، ونتمنى كمان كابتن ياسر رد على كل تساؤلاتكم بكل شفافيه وكل وضوح. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.